يقول: رجل اعتمر وطاف بالبيت ثم صلى وراء المقام، ثم وجد أنه نسي السروال ولم يخلعه عند إحرامه، وهو يعلم أن المخيط من المحظورات الإحرام، ولكنه لم يخلع ذلك وواصل عمرته وسعى ثم حلق ثم حل الإحرام، فماذا عليه؟ إن كان ناسيا لبس السروال ما تنبه له، واستمر ناسيا إلى أن فرغ من العمرة، ليس عليه شيء، عمرته صحيحة وليس عليه فدية لأنه ناسي. أما إن كان ذكر في أثناء الإحرام إن عليه سروال، فإن خلعه في الحال فليس شيء عليه، وإن أبقاه بعد معرفة الحكم وأنه لا يجوز يكون عليه فدية، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة يوزعها على الفقراء في مكة. ويجب التنبيه إلى أنه إذا لم يكن معه لباس واحتاج إلى السروال فإنه يلبسه ولا شيء عليه. إذا ما كان عنده إزار ما معه إلا السروال يلبس السروال ولا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجد إزارا أن يلبس السراويل.